تجاوز إخفاقاته في الوكيل الوطني وتركيز كثيرا على مباراة كايزر تشيفز لأنه يمثل كرة القدم الوطنية مغرب تطوان أمام كانو بايلرز وكذا نادي الفتح الرباطي الذي يستعد للتنقل للعاصمة لومي لمواجهة أوستوغوبو هذا الغريب حضرو هدف جميل يستحق التفاعل بهذه الطريقة هدف لي عبد العزيز خضروف شاف خروج الحارس بافومي كريستوفر ويرفع الكرة بجمالية مسجلة بذلك الهدف الأول في هذه المباراة كرة عبد العزيز خضروف وصلنا لصالة المباراة بشاشة خروج الحارس وشاف التغطية تغطية وماكينة الزاوية للتسجيل وتعامل مع الكرة بذكاء ويسجل بذلك الهدف المباراة هدف جميل عبد العزيز خضروف الهدف الأول في المشوار هذا لاعب ركلة الوطنية 25 دقيقة تطلبنا للتغيير على الهدف الأول للمنتخب الوطني خاطئا قل شيء أقول عن هذا الحكم أنه غريب الأطوار احتراما له ولرصيده التحكيمي أيضا مراكمه من تجارب مشت كرة للمنتخب الوطني كيش تسلل حسن حظنا أنه لم يرفع الراية هذه المرة وهدف ثاني للعناصر الوطنية والمسجل محمد منجم ونجم يضيف هدفا ثانيا للمنتخب المحلي في مرمى الكونغو هدفين لصفر نتيجة قد تنتهي علي هذه المباراة فرحة الجمهور الحاضر خرج من وراء المدافعين كرة كانت جميلة في ظهر المدافعين وانسلال ونجم تمريرة من مروان سعدان وليلعب الكرة الأخيرة لعب أنيق مروان يمنح هدفا ثانيا ويسهم في هدف ثاني للمنتخب الوطني امام الكونغو برازافيل نلعب التواني الاخيره من الوقت الاصلي من المباراه